أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم موزايك، نافذتكم على دنيا الفن والجمال. نجول على طائفة من الأخبار المنوعة حول العالم، وفي موضوعنا نتحدث عن تجربة شابة وفريدة في مجال البحث الموسيقي الأكاديمي، يتنوع بين الموسيقى التقليدية وموسيقى أفلام ديزني الحديثة. ضيفتنا اليوم عاشقة للموسيقى منذ نعومة أظافرها، شدها ولعها بعالم الطفولة إلى دراسة موسيقى أفلام ديزني، وأعدت عنها أبحاثاً وكتبت فيها المقالات. نتحدث اليوم عن هوايتها التي نقلتها إلى المجال الأكاديمي في دراسة الموسيقى والتخصص في فروعها. نرحب بسدين إلياس، عازفة البيانو من المملكة العربية السعودية، تنضم إلينا من بريطانيا. أهلا وسهلا بك سدين معنا هنا في برنامج موزايك. أهلا وسهلا بكم. أنت مهتمة بالموسيقى منذ الصغر، يعني من أين جاء هذا الاهتمام؟ هل هناك تأثير من المحيط أم من أهلك؟ حدثين عن هذا الموضوع. كان في تأثير من المحيط. في العائلة عندنا ناس هاويين للفن، والدي كان يعزف بيانو، فالبيانو كان موجود في البيت عندنا من وأنا طفلة، طبيعيا بدأت يعني أشوف البيانو أحبه أعزفه، لأنه يعني حولين المحيط العائلي كله عندنا مهتمين بالفنون والموسيقى. فكبرت ويعني علمت نفسي صراحة البيانو من دون دروس. يعني لم تكتفي بالموهبة بل اتخذت أيضا خط أكاديمي، حدثينا عنه. أنت اليوم تقومين بدراسة الدكتوراه في مجال الموسيقى. نعم، أنا أدرس حاليا PhD دكتوراه في الموسيقى التصويرية تخصصي، اختصت في أفلام ديزني، لكن طابع البحث اللي أنا بسويه أكاديمي جداً، ما له علاقة بالموسيقى العمل. يعني أنا ما بدرس كيف ألحن ولا كيف أكتب، لا، الميوزيكولوجي عبارة عن التحليل العلمي أو الفلسفي للعلوم الموسيقية، يعني دراسة البيئة الصوتية لعالم للموسيقى في الأفلام. البيئة الصوتية ممكن تتكون من موسيقى، ممكن تتكون من الكلام، الحديث، المؤثرات الصوتية. فأنا بأدرس البيئة الصوتية الكاملة في عالم الأفلام، وبأختص في أفلام ديزني. سدين، ربما يعني هذا الاختصاص يعني فينا نقول أنه ليس هناك الكثير من العالم التي تدرس هذا الاختصاص، ربما يعني لو تعطينا أمثلة لنبسط هذا للمشاهد. أوكي، مثال يعني هو تخصص الميوزيكولوجي حتى هنا في الغرب ما هو كثير، لسه بدأ يدخل على العالم الأكاديمي، لسه تخصص جديد. لو أعطيكم مثلاً، قبل فترة أنا نشرت فصل في كتاب عن فيلم سنو وايت في ديزني، فكنت أتكلم عن كيف الموسيقى والصورة معا بالتساوي تقدر إنه تروي قصة للمتشاهد بشكل كامل، بمعنى أن الموسيقى ليس هي جانب ثانوي للقصة للفيلم، لا، هي جانب متكامل، هم الاثنين مع بعض مع الصورة يد بيد، يعني يتجانسوا ليخلقوا عالم جديد للصورة، ليخلقوا قصة متكاملة. كيف ممكن الموسيقى بعض الأحيان تطغي على الصورة لتقول شيء معين في القصة، والعكس ممكن الصورة بعض الأحيان تسبق الموسيقى. فأنا بأدرس كيف هذا العنصرين الأساسيين في الفيلم يتجانسوا مع بعض يعني يخلقوا هذا العالم اللي احنا نشوفه في السينما، عالم القصة. هل يتطرق هذا التخصص أيضا إلى سيكولوجية المشاهد أو السامع، يعني إلى علم النفس؟ yes. في مجال yes. هو يعني علم الموسيقى الميوزيكولوجي شوي، يعني نحن نقول بالإنجليزي interdisciplinary، يعني له فروع كثير، يعني يدخل في مجالات كثير، ممكن السايكولوجي علم اجتماع،
حتى العلوم، يعني أنا اضطريت كنت أقرأ عن علوم الأصوات، يعني البيئة الصوتية اللي من حوالينا، يعني مثالا في حال يعني في يومنا الطبيعي نحن الغلاف الصوتي اللي حوالينا هو صوت الهواء، صوت الشجر، هذا الصوت حق العالم الطبيعي حقنا. بس في الأفلام الصوت الطبيعي لعالم الأفلام هو الموسيقى، كأنه زي صوت الهواء لما نحن في هذا العالم حقنا. ف يعني يتطرق هذا المجال لعدة طرق عشان تقدر، يعني عشان تقدر تفهم الصورة بالكامل، زي ما قلت علم نفس، علم اجتماع، حتى العلوم. ف يعني تخصص دقيق، يعني نحن صعب شوية. نعم طبعا صعب، نحن كمستمعين يعني تجذبنا أصوات معينة أو أغاني معينة أو لحن معين، ولكن لا نعرف لماذا، ولكن هناك طبعا دافع سيكولوجي وراء هذا الموضوع. جميل يا صح. سدين، تعزفين على الكثير من الآلات ولكن جذبك البيانو، ما سر هذا الحب؟ آلتي الأساسية هي البيانو، أعزف جيتار بس لكن آلتي الأساسية البيانو. زي ما قلت أنا كبرت وكان عندنا بيانو في البيت، والدي يعزف بيانو، يعني تلقائيا حبيت البيانو لأنه كان موجود في البيت. سبب من الأسباب اللي حببني كمان جدا في الموسيقى، من أنا صغيرة أسمع موسيقى أفلام ديزني، ومن أول الموسيقات اللي تعلمت أنا أعزفها على البيانو كانت موسيقى أفلام ديزني. من الطفولة يعني حبي لأفلام ديزني كان موجود. ونحن حابين هلأ نسمع منك أغنية من أفلام ديزني أو بياض الثلج. ديزني سنو وايت. أوكي خلاص أوكي نعزف. شوف شيء مألوف. جميل جدا. هذه A Whole New World من فيلم علاء الدين. علاء الدين، جميل جدا. سدين، يعني عندما إن شاء الله تتخرجي من الدكتوراه ماذا تنوين؟ هل تنوين التلحين أم أي خط ستعتمدين؟ والله يعني أنا عندي خطين. الخط أتمنى إني أكمل في المجال الأكاديمي وأدرس، خصوصا إنه حاليا السعودية بتمر بنهضة، فأتمنى جدا إنه الواحد يعني إني بالعلوم اللي درستها هنا في بريطانيا إني أقدر أروح السعودية وأقدم الموسيقى، وكمان هذا الجانب الثاني من الموسيقى اللي هو الجانب الفلسفي العلمي الأكاديمي غير عن العزف والتأليف والتلحين، يدرس في الجامعات. فأتمنى جدا جدا إني أدرس وأدخل المجال الأكاديمي، لكن طبعا شغفي وطموحي أنا الأكبر العزف والبيانو هو التأليف الموسيقي. يعني أتمنى بصراحة، أتمنى ألف لأفلام، لميديا كونتنت، فيعني هذا طموحي الأكبر بصراحة.
وكما ذكرتي الآن يعني البيانو هو الأهم لديك. البيانو تعزفين عليه بعض المقطوعات العربية التراثية، هل يستطيع البيانو أن يعني لنقول أن يعكس الروح الشرقية في هذا المجال؟ جدا 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 جدا. البيانو آلة نقول يعني بالإنجليش دايفيرس، يعني متنوع، متنوعة جدا، تقدر تقول أنواع كثير من الموسيقى، يعني أقدر أقول شرقي، أقدر أقول غربي. والحلو إنه الإنسان لما يدرس كذا جانب في يعني من ستايلات الموسيقى، يعني for example حاليا أنا بحاول أدرس جاز، فلما الواحد ممكن يدرس كذا ستايل جاز كلاسيكو شرقي، لما تدخل كل هذه الأشياء مع بعض يعني تكون إضافة مرة حلوة. يعني مثلاً for example مثال لو حأقول شيء غربي مثلاً، يعني تقدر تعمل أشياء غربية وتقدر تعمل أشياء عربية، فهو آلة مرة دايفرس جدا، دمج، هناك دمج أيضا متنوعة. نعم نعم. طيب الآن لنسمع مقطوعة كما ذكرتي من إنتاجك ربما تعكس بعض الروح العربية. أوكي، هذه مقطوعة ألفتها من كم سنة، ما فيها روح عربية جدا، بس لكن حتسمعوا تأثير موسيقى ديزني ممكن علي في هذه المقطوعة. سدين، جميل جدا هذا اللحن، طبعا كما ذكرنا هو خاص بك. شكرا جزيلا على هذا اللحن وعلى هذه المعلومات، ونتمنى لك كل التوفيق طبعا والمزيد من العطاء الموسيقي. شكرا جدا لاستضافتكم. شكرا لك.